يلا جاوبني، معقول تخبي هيك شيء مهم على بنتك وتخليها تنصدم؟ أنا من أول يوم عرفت هالشي، قلتلكن هالبنت رح تنزع كل شي. يا سو اسمعيني، بكفي أنا رايحة. يا سو لحظة، شو عم تعملي؟ الزواج مو لعبة. خلصنا كل التحضيرات وكل قرايبينا إجوا كرمالك، ما فيكي تتصرفي بهالأسلوب شو ما صار. فكري منيح، أنتي بتحبيه وفاتح كمان بحبك كتير. لو كان بحبني ما كان كذب مثل هيك كذبة كبيرة تيجو. شو هالكذبة يلي كذبها؟ انتي سمعتي هو شو قال هلا؟ هذا مانو غلطه، إذا في حدا غلطان فهو أبوكي. ليش فاتح حبني بعد ما طلب إذن أبي؟ لا، معناها ليش ما قالي لقالي عن هيك شي كبير؟ ليش خبى هالشي عني؟ سألي تيجو، سألي ليش خبى هيك شي مهم؟ ليش كذب وجرح مشاعري؟ يا سو لو أنا كان بدي خبي شي عنك كنت لهلأ لسه مخبي، بس أنا إجيت لعندك وفوراً خبرتك عن شغلي الجديد، لأنه بصراحة كنت مفكر بتعرفي كل شي. ما عم أفهم، أنا بتذكر بالضبط شو قلت لك. أنا سألتك وقت تقابلنا إذا حكيتي مع أبوكي، وإذا أبوكي قلك وإنتي قلتي لي إيه بكل سعادة. قليلي شو كان هاد؟ قليلي أبوكي خبرك بكل شي؟ اي بابا قال لي عن رحلة كشمير يلي على اساس بدنا نروح عليها والتغت، ما قال لي عن خسارة شغلك تبع كندا. والرسالة يلي بعثت لك اياها فكرت انك اساسا بتعرفي بعد ما قريتيها. لك اي رسالة فاتح؟ انا ما وصلني ولا رسالة. وقل لي شغلة، انت كنت عم تتصل فيني 50 مرة بالنهار بس لتقلي انك بتحبني، وكرمال تقلي هيك شي كبير ومهم بتروح بتبعتلي هيك رسالة صغيرة؟ شو شايفين؟ هاي البنت حكية مثل المقص وما بتستحي. انا قلت لك فاتح، امك وابوك غلطوا كتير انه ما استشاروني. يعني فاتح ما خبر ياسمين عن هالشي؟ ما بعرف انا. يا سو تعالي يلا. شو هالتصرف المولدن؟ عن جد؟ انت كنت تحب هاي الولدنة من قبل بس هلا شو اللي صار؟ لا انا لساتني بحبها. يا سو اكيد انت بتعرفي اني بحبك اكتر من حياتي كلها، معقول انا اخدعك؟ ما بقدر افكر اصلا اني اخدعك. يا سو نحن اليوم زواجنا، خيمتنا مزينة وعيلتنا هون. يا سو صدقيني نحن ما فينا نترك بعضنا هلأ. وليش ما فينا؟ قلي ليش ما فينا؟ وانت كمان تراجعت عن حكيك مو هيك؟ لهيك ليش لحتى ما قدر ارفض زواجي؟ شو صار؟ انصدمت صح؟ شو مفكر؟ انه ببساطة انت بتقدر تضحك علي؟ فاتح انت بتعرف كتير منيح شو اهمية كندا بقلبي، بالرغم من انك بتعرف هالشي استخفيت فيه. انت قلت لأبي عن شغلك وشاركت بالبطولة، وشو فكرت يا سو مجنونة؟ رح اقول لها اي شي بيخطر ببالي وهي رح تتقبله وتسكت صح؟ فاتح أنا ولا مرة خبيت شي عنك أبداً، بس أنت شو عملت؟ احكي إمتى أنا خبيت شي عنك يا سو؟ ما بقدر خبي، لأنه أنا فكرت إنك بتعرفي كل الموضوع وإنك موافقة كمان. هالشي سوء تفاهم مو أكتر. لو سمحت ما عاد تحكي بهذا الموضوع أبداً، لأنه بهذا الشي اللي صار اليوم معنا
أنت كسرت ثقتي فيك على الأخير. يا سو لحظة، وقفي شوي يا سو. اسمعيني. إيه؟ أنا عملت غلط كبير، أنا عن جد آسف كتير. إجاني تليفون الشغل وبعد 3 أيام عندي مقابلة. أنا عن جد آسف. صدقيني شهرين منكون بكندا. يا سو لا تعملي هيك، بترجاكي، أنا كتير بحبك من قلبي ياسمين. بعدين هذا الشغل الثاني أكيد رح يزبط إن شاء الله، كله شغلة شهرين أو 3 ورح نكون بكندا. ليش عم تعملي هيك؟ ليش عم تضيعي حياتك وحياتي كرمال شهرين أو 3؟ معقول؟ فاتح متذكر شو قلت لك أنا أول مرة وقت إجيت وتقدمت لي فيها؟ خلاص أنا رح لاقي شغل بكندا. ممكن أعطيك فرصة شهر واحد بس، إذا ما أجت الموافقة بتروح الفرصة. أنا فهمت عليك يا ياسمين، بس القصة كلها قصة وقت. رح لاقي شغل تاني، بس شهرين أو 3 مو أكتر. هلأ هي مسألة وقت؟ ماشي، بعد شهرين أو 3 منتزوج. بعد شهرين أو 3 لما لاقي الفيزا على كندا بإيدك مع بطاقة الطيران. يلا اترك ايدي. لسه من شوي كنتي عم تقليلي انك بتحبيني يا سو، وهلأ صار بدك تتركيني؟ وانت كمان يا فاتح حلفت لي كتير. شو قلت لي؟ انك بتعشقني صح؟ مثل كل الازواج، من اليوم انا رح صير اعشقك اكتر ورح نبقى سوا على طول. انت يلي كذبت علي وخذلتني. لحظة ياسمين، وقفي. شوفي لا تفكري فيني، اتفقنا لا تفكري فيني لإلي، ماشي؟ لا تفكري فيني، تطلعي كيف أهلنا نحن الاثنين واقفين هون. ياسو عيالنا رح يخسروا سمعتهم قدام الناس. ياسو انتي والله ما كنتي كل هالقد أنانية من قبل. ماشي هلا صرت أنانية؟ اللي شغلة، لو إنه أهلك طلبوا منا مهر كبير اليوم وأهلي رفضوا إنهم يعطوكن هيك مهر، كنتوا رجعتوا اليوم مع الموكب ولا شو؟ معناتها هلأ أنا رفضت الزواج وفيكن ترجعوا أنت وأهلك على بيتكم بكل بساطة وخلاص. بس يا سو فكري شوي، أنا إذا رحت من هون هلأ ساعتها شو ما عملتي لترجعي ما رح نرجع. ويمكن بعدين تندمي كتير لأنه أنت رفضتي حبي وكانت كل القصة مسألة وقت وبس. لهيك أنا كنت عمول أنه منرجع منتزوج بعد شهر. بس وقف لحظة اسمعني كتير منيح، أنا مستحيل أني اتنازل عن أحلامي أبداً لو شو ما صار. وقفي شوي، اسمعيني يا سو. لا تقللي من حبي ياسمين. انت بالاول يلي قللت فاتح وكتير من حبي إلك ومن احلامي. رح أسألك لآخر مرة، أكيد ما رح تندمي بعد ما تخسري حبي وتخسريني؟ ما رح أندم، أنا ما رح أندم أبداً. وما بدي هذا الحب يلي ما رح يقدر يحقق أحلامي. واسمعني كتير منيح فاتح، بالنسبة إلي ما في بحياتي شيء أهم من كندا، لا أنت ولا حتى حبك.
أنا لسه رح أعطيك فرصة شهر واحد إنك تدور على شغل، غير هيك أنا رح ألاقي لحالي شاب كندي، وبعدين أنت اللي رح تكون ندمان. لك شو مفكرة؟ إذا حضرتك مرضيتي تتزوجيني أنا رح أبقى أعزب كل حياتي مثلاً؟ ما رح لاقي ولا بنت للزواج؟ أنت مفكرة أنه ما في غير ياسمين وحدة بكل الدنيا؟ إيه؟ فاتح ما حدا بيقدر يمنعك، ما حدا عم يمنعك، لهيك ساوي اللي بدك يا أنا، بس اللي بعرفه أنه ما بقدر أتزوجك هلأ. فكرة انه ما حدا رح يرضى يتزوجني؟ فاتح فيك تتزوج مين ما بدك، ما حدا عم يمنعك انه تتزوج، روح وتزوج مين ما بدك. ياسمين شو عم تساوي؟ بكفي، ليش عم تساوي هيك؟ ما حدا عم يمنعك، ساوي اللي بدك اياه، ما بقدر اتزوجك هلا. ما رح تندمي بعد ما تخسري حبي وتخسريني؟ ما رح أندم، أنا ما رح أندم أبداً. ما في بحياتي شيء أهم من كندا، لا أنت ولا حتى حبك. فاتح اترك إيدي. فاتح روح وتزوج مين ما بدك. الكل يسمع، أنا قررت إنه أنا وتيجو نتزوج. إيدي فاتح لو سمحت، عم قلك اترك إيدي. فاتح أنت شو عم تعمل؟ ارجع لوعيك فاتح.
ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਬੇਗਾਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਰੱਬਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਮਲਾ ਦਿਲ ਸੱਚ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕਮਲਾ ਦਿਲ ਸੱਚ ਨਾ ਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ شفتوا هي هي نتيجه اللي ما بيستشير صهر البيت انا خسرت كرامتي هلا حاجه ما تضايقوني انا اسف كثير تيجو عن جد اسف بابا خلينا نروح ما بقدر اتحمل كل هالاهانه يلا ماما يلا خلينا نروح ما بقدر ابا ما بقدر ابا هون خلينا نروح امي يلا يلا اسمعني لقلك انت غلطت كتير بهالشي غلطت نحن نهن قدام كل المجتمع شوف شوف الابن شوفه كيف يحب لبنتك ياسمين مثل المجنون تماما وانا وافقت على هذا الزواج من بنتك ووقفت ضد مبادئي بس شو رجع اجاني غير الذل والاهانه ليش هيك ساكت جاوبني يلا كل هالشي صار بسببك انت لو حكيت مع بنتك من الاول وخبرتها ما كان صار كل هالشي أنا آسف كتير سيد خشبير أنا كنت بس عم فكر بسعادة بنتي ياسمين بس وقلت وقت تتزوج أنا رح أشرح للقصة منشان ما نخرب الزواج لك شو هالحكي أنت غشيتنا أكتر منها غشيتنا أكتر منها غشيتنا لك روبي أنت ضحكت علينا انتهى كل شيء خلاص نحن انتهينا نحن رح نروح على كندا شايفة؟ هاي رسالة الموعد يلي بعتولي إياها أنا كتير مبسوطة لأنه رح كون زوجة أفضل شاب بالعالم كله لأنه هو عن قريب رح يحقق حلمي ونسافر على كندا وعدني فاتح إذا رسالة الموعد هي لغيت شي يوم بتخبرني إلي أول شي أوكي ماشي خلص روقي بوعدك بتعرفي أني خسرت هداك الشغل هو التغى فاتح انت خبيت هيك شي كبير عن ياسمين صح هذا الحكي؟ ايه صحيح
يا سوء. يا سوء. ما بدي أختي. يا سوء. ليش ما بدك؟ خلص بقى. لو سمحتي أنا ما بدي أحكي مع حدا. يلا روحي من هون. ياسمين خلينا نعمل شغلة، منروح اتنيناتنا ومنضرب فاتح لحتى ترضي، شو؟ يا سوء طلعي اسمعي شوي، فاتح عن جد بحبك كتير وبتعرفي انه هو ما كذب عليك. الغلط كان من ابوه لفاتح وابوكي انتي، يعني نحنا لازم نعذرهم. هنن بدهم انه يشوفوكي انتي وفاتح مبسوطين مع بعضكم. وهلأ شايفيننا مبسوطين؟ ان شاء الله راضيانين هيك. يا سوء اسمعي. تجو تركيني لحالي هلأ، بدي غير تيابي. يا سوء بحياتي ما طلبت منك شي، اليوم بس عم اطلب تنزلي لتحت كرمالي اختي. تيجو هذا ما نو شي تطلبي مني واعطيك اياه بهالسهولة؟ هاي بتكون حياتي الي. مو بس حياتك وحياة فاتح، اختي حياة فاتح رح تتدمر بدونك، وبعرف حياتك رح تتدمر كمان. تيجو ليش دائما انتي بتوقفي بطرفه؟ انتي بنفسك بتعرفي انه هو كمان غلط معي وجاي لهون عم تشرحي لي؟ لنقول انه هو غلطان، ايه بس شو مشانك يا سوء؟ انتي مو حاسة انك انتي كمان عم تغلطي؟ كان لازم تفكري باهلنا بشو كانوا عم يمروا. مقهورين بعد ما تدمر زواجنا نحن التنتين. فكري بعائلتنا يا ياسو. أنا عم فكر بعائلتي بس تيجو. شو ما كان حلمي أنا هو نفس حلم عائلتي. ولا تنسي شغلة تانية تيجو، أنتي كمان تزوجتي جاز كرمال عائلتنا مو أكتر. لهيك فاتح هو الغلطان مو أنا يلي غلطانة. وفاتح رح يحقق لك حلمك كمان. القصة قصة شهرين أو ثلاثة بس. إيه لكن معناها أنا رح أتزوجه بعد شهرين بعد ما يورجيني الفيزا. عم تسمعي شو عم قلك يا سوء؟ تجهيزات العرس كاملة وفاتح عم يستناكي. ليش عم يستنى؟ أنا قلت له ما رح أرضى. أنا ما رح أتزوجه، يتزوج مين ما بده، ما رح أمنعه. الكل عم يحكي كرمال نتزوج أنا وفاتح. ياسو بترجعكي، انتي لازم توافقي. يلا اختي وافقي، خلينا نرتاح ياسو. Thank you.
خدي هدول، طلعوا على مقاس ايدك. يلا اتزوجي انتي وفاتك. أنتِ رح تندمي على قرارك هاد كل عمرك ياسمين. تأكدي ياسمين، أنا ما رح خون ثقتك أبداً. أنتِ بتعرفي إني خسرت هداك الشغل، هو التغى. يلا تعالي. يلا روحي، تزوجي مشان سمعت عائلتنا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.